here in the church in Vunyam. Abundance. دي لها علاقة بالكلمة المؤمن أو الهيدروجين المؤمن بالذات. باختصار كده إذا كان في عندنا ووتر فالووتر نعرف إن في هيدروجين بونز موجودة. الصورة دي فالهيدروجين بونز دي كوزز أو كوز وات إز كولد أوبن ستراكشر. أوبن ستراكشر. الجزيئات بتبعد عن بعضها بناء على الفورميشن بتاع الهيدروجين. ممكن نلاحظوا ان الايس بيكون حجمه اكبر من الووتر المناظر دي عشان فيه مور هيدروجين بوند فبيجي اللي هو الكوبن ستراكشر قدامي. لو احنا حطينا ايثانول والمزيد ده فيه جاست وان 1 هيدروجين بول انما الوتر فيه 2 هيدروجين 2 هيدروجين بول. فالايثانول بيعمل لورنج في النمبر بتاع الهيدروجين بولز الموجوده دي وبناء عليه بيكون الكونتينت بتاع الهيدروجين بولز في الووتر ايثانول ميكشر اقل من اللي كان في الووتر اتش اون لوحده. فعشان كده رحنا جبنا بيوريت جبنا بيوريت كده كويس حطينا 25 مللي ووتر على اساس ان الووتر ده الانسي بتاعته عادي وكنا بنقاس يعني وفيري كيرفلي اضاف 25 مللي من ايثانول فالتوتال ريدنج المفروض تكون 50 مللي. يبقى انا اضاف هنا ايثانول وهنا في ووتر وذاوت ميكس يعني ضايف ايثانول كيرفلي بحيث ما نعملوش ميكس مع بعض. المفروض التوتال فعلا يكون 50 مللي. لو احنا خلطناهم مع بعض هبص الاقي 50 مللي دي بدون ما اعمل سبيلنج لحاجه او حاجه تقع مني هتكون اباوت 48 مللي. افتر ميكسنج. فده بسميها تشينج ان فوليوم ابون ميكسنج ودي بتكون مهم قوي عشان انا بحضر كونسنتريشن معينه من دبل سولفنس بتاعتها بكون انا اوير دي الاكشنج في الفوليوم الموجوده. طبعا لو عندي 1 لتر هتكون الفوليوم اكبر بكتير قوي. فاحنا هناخد هنا بيوريت اهي وهناخد مثلا ديس الووتر هضيف كارفول لغايه مثلا الليدنج اللي هو 25 هضيف عليك ايثانول على السايد بتاع الكيوب بتاع الريب بدون انا براعي ان ما حصلش ميكس بضيفه سلولي كده يعني حتى شايفين الحد الفاصل بين الايثانول وبين الووتر براعي ان انا ما اعملش ديسيرفنس على اساس ما اعملش ميكس لهم الاثنين دلوقتي فعلا التوتال ده اتوقع ان هو 50 مللي بس في بوردر بين الاثنين دول يعني بحيث ان هم they are not mixed وهنا القريه عندي على الزيرو يعتبر هنا في الايه؟
انا هعمل اغطي دي مواد سيف يعني مفيش مشاكل فيها، وهعمل ميكسنج لهم الووتر والايثانول بدون ما يقع حدا من بره. هذا شوف التوتال فوليوم هنا واضح ان هو ان ايه اقل. طبعا الايثانول ده ابسولوت ايثانول بيكون فيه فرق هنا، وهنا عمل هنا فرق 1 مللتر. اوكي طبعا الايثانول لو كان هو ابسولوت ايثانول فعلا بيكون فيه الفرق هنا اكبر شويه، بس وات ايفر الموضوع ده يعتبر تشينج ان فوليوم ابون ميكسينج، في ديكريز اهو في الفوليوم على اساس ان في الووتر لوحده في عندي اوبن ستراكشر، في الووتر ايثانول بيكون عندي كلوز ستراكشر. طب الاكسبيرمنت دي مش عايزين احنا بقى نرمي الميكشر بتاعنا ده، فنعمل جزء تاني من اكسبيرمنت تانيه اضافيه. الهدف منها هو فصل الايثانول عن الووتر تاني بفينومينا مهمه جدا اللي بسميها سولتنج اوت اكسبيرمنت. اكسبيرمنت اخرى بسميها سولتنج اوت اكسبيرمنت. انا هاخد الميكشر ده عشان استفيد بيه فيما بعد. يبقى ده الميكشر بتاع الايثانول والووتر، وهناخد جزء تاني من الاكسبيرمنت اللي احنا هنشرحه دلوقتي.